ولتفاصيل أوفى تنضم إلينا مراسلتينا ريم العمري من القدس المحتلة وبديع الصوان من عمان. أهلا بكما. أبدأ معك ريم. ريم، حدثينا عن صدى هذه العملية على الساسة الإسرائيليين وعلى الإعلام أيضا. نعم، اهتمام بالغ كاثرين وكبير بهذه العملية، وخاصة أنها وقعت عند الحدود الأردنية، وبالتالي مهم جدا لدى إسرائيل أن يكون هناك استقرار عند الحدود، خاصة بعد الغليان التي تشهده الضفة الغربية في الآونة الأخيرة والعملية العسكرية الواسعة التي شنها الاحتلال شمال الضفة الغربية. بالتالي إسرائيل ليست معنية أن تفتح على نفسها جبهة أخرى وهي جبهة الأردن، بالتالي هي مهتمة بالاستقرار في هذا الأمر وعند هذه الحدود. أبرز التصريحات ما جاء على لسان بنيامين نتنياهو بأن من يحكم المنطقة هو الأيديولوجية التي تقودها إيران، أيديولوجية الشر كما قال، وأن الشعب الإسرائيلي محوط بهذه الأيديولوجية وهو معرض بأن يباد بالكامل، ولكن ما يمنع ذلك هو قوة إسرائيل وقوة الجيش الإسرائيلي. وفي رده على سؤال هل الحرب ستبقى أبدية، قال طالما معنى السيف فستكون أبدية، بمعنى أن كما يقصد إسرائيل يجب أن تدافع عن نفسها بشكل دائم وتبقى قوية من كل دول الجوار. هذا على صعيد بنيامين نتنياهو. على صعيد تصريحات أخرى، هناك تخوفات إسرائيلية وخشية من أن التصعيد الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بتعليمات من الحكومة الإسرائيلية قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع وتصعيد أكثر فأكثر. فهناك اتهامات من الجيش أن هذا التصعيد كله يأتي بأوامر سياسية من الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي هناك خشية من أن تعطي هذه العمليات وهذا النوع من العمليات إلهاما لدى أردنيين آخرين من أجل أن يقوموا بمثل هذه العمليات. على أي حال، وصفت إسرائيليا هذه العملية بأنها عملية صعبة، لا زالت الحدود مغلقة بالكامل مع الأردن وهي ثلاث نقاط حدودية. أنوه كاثرين إلى أن جسر الملك حسين هو المعبر والمنفذ الوحيد لأهالي الضفة الغربية للمرور إلى الأردن ومن الأردن عبر العالم، بمعنى هذا المنفذ الوحيد لأهالي الضفة الغربية إلى العالم، وفي حال أغلقت هذه البوابة لا يستطيع الفلسطينيون المرور أو الذهاب إلى أي مكان آخر. هذا الإغلاق ليس له موعد محدد، لم تحدد السلطات الإسرائيلية إلى متى ستبقي هذا المعبر مغلقا، ولكن على الأرجح ليس أقل من يومين على الأقل ستبقي على إغلاقه. أيضا هناك نقطة حدودية تربط بين الأردن والداخل الفلسطيني هو معبر الشيخ حسين، وأيضا بين مدينة العقبة وإيلات وهي بالطبع معبر وادي عربة. الإعلام العبري وإذاعة الجيش نشروا اسم المنفذ هذه العملية ومن أي منطقة في الأردن بالضبط وتفاصيل عنه، وقاموا باستنفار أمني كبير وتفتيش عالي المستوى على الحدود وداخل الجسر داخل المعبر وفي القاعات للمسافرين وأيضا العاملين هناك من العمال سواء العرب أو السائقين الأردنيين الذين يقودون هذه الحافلات بشكل يومي ما بين الأردن وفلسطين. وبالتالي هذا الاستنفار ما زال موجود، الاستنفار الأمني، وهناك حالة من الترقب وأيضا حواجز عسكرية ينشرها الاحتلال في منطقة الأغوار وتحديدا في مدينة أريحة المؤدية إلى المعبر. سننتقل إلى الجانب الأردني مع بديعة. بديعة، الأردن بدأ التحقيق مباشرة في هذه العملية، حدثينا عن أجدد المعلومات لديك. نعم كاثرين، حتى هذه اللحظة كل المعلومات المرتبطة بهذه العملية تعتبر أحادية الجانب. التصريحات الأردنية شحيحة جدا منذ أن بدأت العملية، وحتى هذه اللحظة وزارة الداخلية الأردنية قالت بأنها تباشر التحقيق فيما يتعلق بعملية إطلاق النار على الجانب الآخر من معبر الملك حسين، فبالتالي هي
لم تحدد هوية أو لم تعترف حتى بهوية من قام بهذا الفعل، وحتى بأنه إذا كان أردنيا أو لا. وكذلك الأمر كان هنالك تصريحات لمديرية الأمن العام قالت بأن تم إغلاق معبر الملك حسين بشكل كامل أمام حركة التجارة وأمام حركة المسافرين القادمين والمغادرين من الأردن باتجاه الضفة الغربية. ولكن باعتبار أن هذه التصريحات حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بهذه العملية تعتبر أحادية الجانب، إلا أن كان هنالك حديثا في الحقيقة حول جنسية من قام بالفعل واسمه والمدينة التي يقام فيها كما أشارت الزميلة ريم. وكذلك الأمر تم التواصل، تم نشر هذا الخبر عبر وسائل إعلام أردنية تحدثت بأن ماهر الجازي وهو ينحدر من عشيرة الحويطات في مدينة معان بالتحديد هو منفذ هذه العملية، واستشهد إثر إطلاق النار عليه بعد أن قام بقتل 3 من الموظفين الإسرائيليين. هذا المعبر لا يمكن الحديث عن هذه العملية في الحقيقة كاترين دون الحديث عن البعد الاستراتيجي لهذه العملية، إذ مباشرة أعلن الجانب الإسرائيلي إغلاق معبر الملك حسين والذي يعتبر المتنفس الوحيد أمام أبناء الضفة الغربية للدخول إلى الأردن ومن ثم السفر إلى العالم. وليس يعني لا يقتصر أهمية هذا المعبر على هذه المسألة، ولكن أيضا الأردن كان يدخل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من خلال هذا المعبر، وكذلك الأمر المساعدات، وكان هنالك حركة تجارية نشطة إلى داخل الضفة الغربية سواء من خلال نقل المواد والبضائع والأغذية إلى داخل الضفة الغربية. فبالتالي هذا الأمر يعتبر تصعيدا خطيرا، وخاصة بأنه تم إغلاق المعبر بشكل كامل حتى هذه اللحظة. يوجد أيضا هنالك تكثيف يعني وتواجد أمني كثيف في بالقرب من المعبر بعد أن تم إغلاقه، الكثير من المواطنين الذين كانوا يرغبون بالدخول إلى الضفة سواء كانوا لقصد الزيارة أو الشاحنات التي كانت تقصد إدخال البضائع تم عادت إلى داخل الأردن، وبالتالي لم تتمكن من الدخول إلى الجانب الإسرائيلي. نشير هنا بأن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها على مدار السنوات الماضية، ولكن منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم هذه العملية الأولى التي نجحت بالفعل بقيام أردني بقتل 3 إسرائيليين. كان هنالك في نيسان الماضي كان هنالك أيضا محاولة لدخول أردني إلى الداخل الإسرائيلي وإطلاق النار، ولكنها لم تنتج عن أي عمليات قتل. حتى هذه اللحظة لا يوجد تفاصيل، الجهات الرسمية الأردنية لم توضح تفاصيل وما زالت تعتبر بأن من قام بالعملية مجهول الهوية ولم تحدد جنسيته حتى هذه اللحظة وفق البيان الرسمي، وقالت بأنه سيكون هنالك تفاصيل أكثر في الساعات القادمة حول تطورات هذه العملية. من عمان بديع الصوان ومن القدس المحتلة ريم العمري، شكرا جزيلا لكما. تذكير بعناوين النشرة: